الله هنعمل مع بعض السمك السنجاري في الفرن بدون ورق فويل. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض السمك السنجاري في الفرن. هنعمله بطريقة سهلة جدا ومن غير ما نستخدم الفويل. أنا معايا سمكة كبريت، سمكة كبيرة زي ما انتوا شايفين، دي سمكة طازة مش مجمدة. أول حاجة هنسمي بسم الله وهننضفها عشان نعملها سنجاري. هقطع راس السمكة وهفتح السمكة من عند ظهرها. خلاص قطعت راس السمكة زي ما انتوا شايفين اهو. هاجي للسمكة من عند الظهر هفتحها. لازم تتفتح من عند الظهر. اهو بالمنظر ده شايفين لحد الديل. هفتحها لحد الاخر لحد الديل. شايفين؟ فتحت السمكة لحد الآخر، هشيل بطنها. وهغسل السمكة كويس وبعدين هاجي هوريكم هنعمل ايه. غسلت السمكة كويس جدا، معايا ليمون هدعك السمكة بالليمون اهو المنظر ده. عشان ما يبقاش فيها اي زفورة. عندكم قشر برتقال ممكن تدعكوا بيه. هسيبها على جنب وهنشوف مع بعض الخلطة اللي هنتبل بيها السمكة. الخلطة اللي هحشي بيها السمكة، معايا معلقة كبيرة ثوم مفروم، بصل وطماطم وفلفل وجزر متقطعين ناعم، وعصير ليمونة، التوابل ملح وشطة وكمون. عايزين تضيفوا خضرة شبت أو كزبرة براحتكم. هجيب طبق أو بولة وهنزل الثوم المفروم والبصل والطماطم، كل الخضار اللي معايا، والفلفل والجزر. وعليهم التوابل ملح وشطة وكمون. وعصير ليمونة. وبدعك الخلطة كويس بإيديا. بدعكها كده بإيديا. الخلطة دي هتخلي السمكة طعمها تحفة. هجيب صاج الفرن اللي هحط فيه السمكة. احنا اتفقنا ان احنا مش هنستخدم ورق فويل. جبت صاج الفرن هحط السمكة. انا غسلت السمكة من الليمون تاني اهو، وهنزل عليها بالخلطة. شايفين جمال الخلطة؟ أنا هسيب السمكة متبلة في الخلطة حوالي ساعة عشان تاخد من طعم الخلطة. شايفين
شايفين الجمال؟ كأننا بنحط سلطة على السمكة، بس طبعا من غير خيار. تمام كده. حلو قوي. هسيب السمكة كده لمدة ساعة، طبعا هدخلها التلاجة لمدة ساعة. قبل ما ادخل السمكة الفرن هوريها لكم وهوريكم هنعمل ايه. اهو يا حبايب قلبي، بعد ما سبت السمكة بالخلطة لمدة ساعة، دلوقتي بسخن الفرن على اعلى درجة، على درجة حرارة 200. هرش رشة زيت على السمكة قبل ما ادخلها الفرن. هدخلها الفرن على الرف اللي تحت، نار تحت وفوق. السمكة بتاعتي كبيرة، هتقعد حوالي ساعة، ساعة كاملة في الفرن. بعد ما تطلع من الفرن هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي، السمكة بعد ما طلعت من الفرن بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. هحطها في طبق التقديم وهوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي السمكة، شايفين جمالها؟ شكلها تحفة وطعمها أحلى بالخلطة اللي احنا عملناها. هسيب لكم مكونات الخلطة في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل السمك السنجاري، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.